أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد, محمد وعجل فرجهم والانعداء ولعنه الله على قتلتهم واعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين امين كنا قد اختتمنا بحثنا في مساله القلب وورود ايات على سبيلها او على سبيله في القران الحكيم كنا قد اختتمنا ذلك البحث بان نذهب الى ان من الايات الكريمات ما كان فيه ما نسميه القلب التضمني ومعناه بعباره مختصره ان ايه من الايات لفظها ينقلب معناه الى العكس الى ما هو مقلوب تضمنا ويكون ذلك المعنى مرادا من الآية أيضا لا بإلغاء المعنى الأول الذي يجري على ظاهر اللفظ وإنما بالإضافة إليه والضابطة هي الضابطة وهي أن في المعنى ترقيا فإذا أحرزنا وجود الضابطة هذه في القلب التضمني قلنا به بشفاعة الأثر أي بوجود روايات مأثورة عن أعدال القرآن عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذا المعنى وكانت الآية محل البحث هي قوله تعالى في سورة الفرقان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما فقلنا ها هنا قلب لكنه قلب تضمني لا يلغي معنى الظاهر وهو جعلنا للمتقين إماما وإنما يضاف إليه وكلاهما مرادان للبارئ العزيز حين أنزل القرآن أما المعنى الثاني فقد نبهتنا إليه الروايات الشريفة وهو ماذا هذا المعنى المقلوب واجعل لنا من المتقين إماما حيث ختمنا البحث في هذه المساله فانا تطرقنا الى طائفتين من الروايات في خصوص هذه الايه الطائفه التي جاء فيها القلب وعبر فيها عن ان الايه نزلت هكذا او انما نزلت هكذا واجعل لنا من المتقين اماما وقابلتها طائفه اخرى من الروايات جرت على ظاهر اللفظ الموجود في المصاحف الشريفه وقلنا ان ما توهم من ان هنالك قراءة خاصة لاهل البيت عليهم السلام في هذه الآية مثلا وانهم يقرؤون الآية هكذا واجعل لنا من المتقين إماما هذا وهم ليست ها هنا قراءة مستقلة وإنما هذه الطائفة من الروايات محمولة على اي شيء على ما نسميه الوحي التأويلي إذ تطرقنا إلى هذا فحري بنا أن نتوسع أكثر ونفتح بابا جديدا في هذه البحوث القرآنية عن هذه المسألة البحث في صحة وصدق وجود قراءة خاصة عند أهل البيت عليهم السلام تخالف الملفوظ الآن وأن هذه الروايات التي جاء فيها تعبير إنما نزلت هكذا ونحو ذلك إنما المراد بها القراءة وبذا يتغير اللفظ لفظ القران يتغير وكاننا نضيف قراءه اخرى الى القراءات المشهوره اولا نريد ان نبحث هل بالفعل هنالك قراءه خاصه تخالف اللفظ ويصح التعبد بها بلا إلغاء إلى مسألة أنه مع قدوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله عليه فإنه قد يصحح القراءة هذا ممكن نعم صحيح ولكن في الزمان الحالي هل هنالك ما يمكن أن نصطلح عليه بأنه قراءة خاصة بأهل البيت عليهم السلام وهذه القراءة تغير اللفظ أم أنه مع التأمل نجد أن ما توهم كونه قراءة ليس بقراءة وإنما هو وحي تأويلي في الواقع. ثم هذا يفتح لنا بابا أوسع وهو البحث في مسألة التحريف، تحريف القرآن الحكيم وأنه هل بالفعل دلتنا رواياتنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ان في القران تحريفا زياده او نقصانا فهو اذا بحث واسع نبدا به ان شاء الله تعالى من هذا الدرس تصور بعض ان هذا المروي هذه الطائفه من الروايات التي ذكر فيها ان الائمه عليهم السلام قرأوا هكذا او عبروا عن ان الايه الكذائيه نزلت هكذا تصور بعض ان هذه قراءه مرويه عنهم او انها قراءتهم الخاصه صلوات الله عليهم وبالتالي بنى بعض على ذلك وقوع تحريف في القرآن الحكيم لأنه في واقع الحال تعدد القراءات خاصة إذا كان فيما بينها زيادة أو نقصانا معناه وقوع التحريف في واقع الحال ولذا نحن مثلا نرفض القراءات التي يزعم ان القران نزل بها وان القران نزل على سبعه احرف مثلا هذه المساله طرحت منذ القديم لدى اكابر علمائنا وردوها وكانت لهم فيها انظار من جمله من طرحت هذه المسألة عليه أو طرحها في مصنفاته الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. طرح هذه المسألة مثلا في كتابه المسائل السروية وتحديدا في الصفحة 82 أو 82 يقول هناك فان قال قائل كيف يصح القول بان الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقه من غير زياده فيه ولا نقصان وأنتم تروون عن الأئمة عليهم السلام أنهم قرأوا كنتم خير أئمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أئمة وسطا وقرأوا يسألونك الأنفال مو يسألونك عن الأنفال الآن المثبت في المصاحف ماذا؟ كنتم خير أمة أمة أخرجت للناس، مو الشكل؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول أنتم ترون أنتم الإمامية ترون أئمة في الموضعين في الآيتين. وفي الآية الأخرى في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال أنتم ترون أن الأئمة قرأوا يسألونك الأنفال. وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في ايدي الناس الشيخ المفيد يطرح هذه المساله فبماذا يجيب فان قال قائل قيل له قد مضى الجواب عن هذا وهو ان الاخبار التي جاءت بذلك اخبار احاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها فلذلك وقفنا فيها ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما, بيان حسب ما بيناه مع أنه لا ينكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلين أحدهما ما تضمنه المصحف والثاني ما جاء به الخبر كما يعترف مخالفون به من نزول القرآن على أوجه شتى فإذا تلاحظون هنا أن الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان اختار طرح هذه الأخبار الدالة على أنها هنا قراءة خاصة بأهل البيت عليهم السلام يستلزم منها زيادة أو نقيصة أو تغييرا وتبديلا لألفاظ القرآن الحكيم اختار طرحها قال هذه أخبار آحاد لا يمكن أن نقطع على الله عز وجل بصحتها إنما بين أيدينا مسألة خطيرة مسألة وحي الله عز وجل هذه أخبار آحاد شلون نقطع على الله أن الله بالفعل تكلم أو قال أو أوحى بهذا الكلام فإذا نحن نطرحها ونتمسك بما أمرنا به من قبلهم عليهم السلام وهو ماذا لم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما امرنا به الا اما قالوا التزموا بهذا المصحف الظاهر واقراوا كما يقرا الناس ثم عطف على هذه الكلمه كلمه اخرى قال مع انه لا ينكر ان تاتي القراءه على وجهين منزلين كما اعترف به مخالفون وضرب لذلك أمثلة المخالفون يقولون نزل القرآن على سبعة أحرف حتى مو بعد وجهين منزلين وجوه منزلة يقول لك هذا ما في ضا... هذا ما نزل به القرآن وذاك أيضا ما نزل به القرآن غاية ما هنالك أن هذه قراءة مشهورة مثلا وتلك قراءة شاذة او هذه قراءة مضى عليها المسلمون وتلك قراءة مروية في الأخبار فلم يمضوا عليها، هذا غير تعدد القراءات السبع التي عندهم التي زعموا أنها كلها قراءات مشهورة أو متواترة، وكأنه في كلمته الثانية هذه الشيخ المفيد يفتح باب احتمال ان ما جاء في روايات اهل البيت عليهم السلام وان كان اخبار آحاد فانه محمول على كونه قد نزل بالاضافه الى ما نجده مثبتا في المصاحف. اي انه لا يلزم منه نسبه وقوع التحريف او الزياده والنقصان. في المصاحف وإنما هذا نزل وذاك أيضا نزل بعبارة أخرى وحي تأويل ذاك أيضا نزل ولعله في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى يتضح لنا مراد الشيخ المفيد أكثر لأن له عبائر أو عبارات أصرح من هذه في الوحي التأويلي إن شاء الله ستأتينا أما الآن نحن نناقش جوابه المحدد هذا في المسائل السيروية فنقول لاحظوا كيف أنه في الكلمة الأولى تحديدا في جوابه الأول تحديدا قبل أن يقول مع أنه لا ينكر توهم كأنه توهم أن هذه المرويات معناها وجود قراءة خاصة تخالف ما هو مثبت في المصاحف ويلزم منها بطبيعة الحال إنكار ما هو في المصاحف لأنه واحد من أمرين إما الذي نزل كنتم خير أمة إما الذي نزل كنتم خير أئمة فطرح تلك الأخبار قال أخبار أحد وما نلتزم بها القرآن متواتر هذه أخبار أحد أخبار الأحد لا تصادم المتواتر نحن نقول ان هذا وهم وان الصحيح ان هذه الاخبار دلتنا على الوحي التاويلي الذي نزل مقرونا بالقران الحكيم اي الوحي التعبدي المثبت في المصاحف وفائده الوحي التاويلي ما هو؟ بيان المعاني بما لا يختلف عليه اثنان. الله انزل القرآن وانزل تأويله معا. كيف نتوصل الى هذه النتيجه؟ من خلال مقابله الروايات، هذا منهجنا العلمي في هذا البحث. نحن نقابل فيما بين الروايات انظمها كلها بعضها الى بعض ونقابل فيما بينها حين نقابل بين الروايات نصل الى نتيجه ان هذه الطائفه من الروايات التي توهم منها ان لاهل البيت قراءة تخالف ما هو مثبت في المصحف ويلزم من ذلك تحريف او زياده او نقصان او تبديل او تغيير ليس هكذا ليست هذه قراءة مستقله عن القراءة الشائعه بين المسلمين المثبته في المصاحف ليست قراءة مستقله وانما هذا هو الوحي التاويلي وفيه وقع التحريف فيه وقع التحريف يعني بمعنى اخر الانقلابيون والمنافقون والظالمون انما حرفوا معاني القران حرفوا حدود القران مداليل القران حرفوها صرفوا مثلا الآيات التي نزلت في أهل البيت عليهم السلام إلى معاني أخرى إما تشرك مع أهل البيت أحدا كما في آية التطهير الآن اسأل المخالف قل آية التطهير نزلت في من نزلت في علي وفاطمه والحسن والحسين يقول لك نعم ولكن بالاضافه الى زوجات النبي صلى الله عليه واله فأشركوهم اشركوهن معهم هذا من التحريف في التأويل واما لا طردوا اهل البيت عليهم السلام كلية من مدلول الآيات كآية الولايه مثلا قالوا لا اصلا ما لها علاقه بعلي بن ابي طالب عليهما السلام هذه عامة في كل المسلمين ونحو ذلك إذا قابلنا بين الروايات نجد أن المروية مما توهموه ظاهرا في اللف في التحريف أو الزيادة أو النقصان فطرحوه بع... بدعوى أنه أخبار آحاد هذا المروي ليس قراءة مستقلة وإنما هو وحي تاويلي مثلا لاحظوا اول مثال ذكره المفيد مقررا اشكال الخصم او اشكال المعترض اول مثال ذكره ماذا كنتم خير ائمه اخرجت للناس قرر إشكال المعترض في المسائل السروية أن الأئمة وأنتم تروون عن الأئمة عليهم السلام أنهم قرأوا كنتم خير أئمة أخرجت للناس إحنا نريد نبحث في آية آية من هذه المذكورات حتى نرى بمقابلة الروايات ما النتيجة التي نصل إليها اين جاءت الروايات التي فيها ان الائمه قراوا هكذا كنتم خير ائمه من بينها ما جاء مثلا في تفسير العياشي في المجلد الاول الصفحه مئه وتسعين رقم الروايه مئه وتسعه وعشرين عن ابي بصير. عن الصادق عليه السلام. قال: انما انزلت هذه الايه على محمد صلى الله عليه واله فيه وفي الاوصياء خاصه فقال: كنتم خير أئمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هكذا والله نزل بها جبرائيل وما عنا بها إلا محمدا وأوصياءه صلوات الله عليه. إذا لاحظ احد هذه الروايه واقتطعها فورا بنى عليها على ظاهرها ان التحريف قد وقع في القران الحكيم، الامام يقسم يقول والله نزل بها هكذا والله نزل بها جبرائيل والمقصود بها النبي واوصياؤه كنتم خير ائمه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الى اخره. ولكن هذا منهج غلط تاخذ روايه واحده تقتطعها ولا تفتش عما يماثلها عما يقابلها ومن ثم تجمع وتبحث وترجح في بعض الاحيان اللطيف هنا انك اذا نزلت الى الروايه التي تليها فورا يظهر لك معنى الرواية السابقة في نفس المصدر في نفس تفسير العياش هذه الرواية التي مرت معنا رقمها كم؟ 129 في نفس الصفحة اقرأ 130 الرواية التي تليها فورا تجدها رواية مقابلة عن ابي عمرو الزبيري عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله كنتم خير امه كنتم خير امه ما فيها خير ائمه لاحظوا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هنا قد واحد يقول زين هذا يمكن السائل سال الامام هكذا فهذا مو قراءه الامام نقول له لا لاحظ الجواب الإمام أكد نفس القراءة ماذا قال قال يعني الأمة ما قال يعني الأئمة لاحظ لو يصحح لا يقول يعني الأئمة قال لا يعني الأمة أكد نفس اللفظ نفس الكلمة أمة أمة قال يعني الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم عليه السلام فهم الأمة التي بعث الله فيها ومنها وإليها وهم الأمة الوسطى وهم خير أمة أخرجت للناس فإذا هذه رواية تقابل تلك الرواية في تلك الروايه خير امه في هذه الروايه خير امه في تلك الروايه المفسر من النبي واوصيائه عليهم السلام في هذه الروايه لا الامه التي بعث اليها بعث بعث الله فيها ومنها واليها وهم الامه الوسطى وهم خير امه اخرجت للناس فاذا لا يصح التعجل او التسرع حتى واحد يبني على رواية من الروايات يقول خلاص وقع تحريف وهذا ما يفعله الخصوم خصوم التشيع العظيم هذا يفعلونه يروح يجيب لك هاي الروايه يقول شوفوا الشيعه يقولون بتحريف القرآن اي رواياتهم عن ائمتهم ان الايه نزلت كنتم خير ائمه اخرجت للناس وما يكلف نفسه عناء أن ينظر ويفتش ما أقول في المصادر تغيب عنه يا أخي في نفس المصدر وأحيانا في نفس الصفحة وأحيانا مثل هذا المورد الرواية التي تليها مباشرة بلا فاصلة بلا فراغ ما يكلف نفسه طيب ايش عجب ليش اخذت هاي الروايه ما اخذت التي تليها المنهج العلمي بماذا يوصينا بان نجمع بين الرواية فاذا جمعنا نفهم ان معنى قوله عليه السلام هكذا نزلت والله هكذا نزل بها جبرائيل المراد ماذا الوحي التاويلي والا ما كان له ان يضبط اللفظ في روايته الاخرى نفس الامام عليه السلام يضبط اللفظ على ما هو معروف في المصاحف الشريفه ويفسره ايضا بالتفسير المعهود فجمع هذا الى هذا نفهم ان المراد ان الله لما انزل القران انزل معه تاويلا الله انزل كنتم خير امه اخرجت للناس وانزل ايضا تاويلا لها كنتم خير ائمه اخرجت للناس والقضيه يفترض ان لا تكون غائبة عن الأذهان ما تكون صعبة ليش؟ لأننا حين نقرأ في القرآن في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة صحيح؟ إذا كان النبي أمة فإذا فسرنا وجئنا باللفظ هكذا قلنا كنتم خير أمة والمعني في المقام الأول النبي وأوصياؤه كان ذلك صحيحا إذا إبراهيم أمه محمد صلى الله عليه وآله مو أمه أوصياؤه مو أمه أم يعني حتى إذا جرينا على ظاهر اللفظ وفسرناه بما يؤدي إليه الظاهر كان أول المصاديق من؟ النبي الأعظم ولا إمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام ومن أيضا بدلالة نفس القرآن الحكيم ودعوة إبراهيم لما الإمام عليه السلام فسر قال يعني الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم دعوة إبراهيم شنو كانت غير متصلة تصل هذه الدعوة إلى النبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام بعد هذه المسألة تعرفونها قال ومن ذريتي هاي دعوة إبراهيم مو هالشكل هذه الذرية ذرية النبوة جاءت تتصل بمن؟ بالنبي وأهل البيت عليهم السلام فإذا هذا المعنى لا يلغي المعنى الآخر ليش نخلي القرآن كأنه محجم في معانيه فنقول لا هذه الآية فقط في أهل البيت مثلا لا بالإضافة إلى هذا المعنى المعاني الأخرى المعهوده بس الامام يرشدك لما يقول هكذا نزلت هكذا نزل بها جبرائيل والله هكذا نزلت انما نزلت ونحو هذه التعبيرات انما يرشدك الى المعاني التي حرفها الخصوم والاعداء ابعدوها عن اذهان المسلمين لئلا يتعرفوا الحق بس والا يقول لك هذا نزل به القران ايضا لا ما قلت إما أخبار آحاد وإما وحي تأويلي هو الوحي التأويلي جاء بأخبار الآحاد نعم, نعم 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 الوحي التأويلي وصلنا عن طريق أخبار الآحاد ما وصلنا بالتواتر ولولا وقوع التحريف فيه لما كان يتحول إلى أخبار آحاد يعني لو أن المسلمين جميعا تقبلوا هذا الوحي تنزيله وتاويله وما قاتل الامام عليه السلام على تاويله كما تنبأ النبي الاعظم صلى الله عليه واله لما كان محصورا فقط في اهل البيت يعني المعلومه هذه لما كانت محصوره فقط عند اهل البيت وعند شيعتهم فتحولت الى اخبار احد كانت كل الامه ستعلم ذلك فيصير متواتر أنا أقاتل النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال أنا أقاتل على تنزيله وعلي يقاتل على تأويله ها. ومشكلتنا هي هذه وهذا إن شاء الله سيتضح أكثر في البحوث القادمة إن شاء الله يتضح أكثر بتفصيل أكثر أنه ما الفرق بين التنزيل والتأويل والمشكلة كما بينت لكم سابقا أنه أحيانا التأويل يطلق عليه أيضا تنزيل بمعنى تنزيل المعنى تنزيل اللفظ بهذا المعنى صار واضح على هذا المعنى يقول نزله منزلة كذا هذا اللي شويه سبب خبط وخلط عند بعض الاذهان وكما ضربنا مثالا سابقا اذا كانت آية المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة إذا كانت حتى هذه الآية لا تلغي المعاني الأخرى يعني معناها المعروف المعهود أن المودة هنا خاصة بقرب رسول الله صلى الله عليه وآله صحيح لكن فسرت أيضا في الروايات بأن المراد أيضا قرباكم كل واحد يود قربا هذا من أجر الرسالة ولما السائل يتعجب الراوي يقول يا ابن رسول الله مو هي خاصة بكم الإمام عليه السلام يجيبه بماذا لا تقولن للشيء أنه في شيء واحد يعني إذا كانت حتى هذه الآية بهذا الوضوح بهذه الصراحة لا تلغي المعنى الآخر فكيف بالنسبة إلى آية كنتم خير أمة إذا نفهم من مثل هذه المقابلات بين طوائف الروايات أن ما روي عنهم عليهم الصلاة والسلام ليس قراءة مستقلة لما يأتي في تعبيرات هذه الروايات أنه نزلت هكذا ليس معناه أنهم يقرؤونه قراءة مستقلة وأنه يجوز التعبد بها فواحد يقرأ بالصلاة مثلاً كنتم خير أئمة أخرجت للناس صلاة باطلة ما يجوز وإنما المراد هو هذا المراد أنها هنا معنى آخر وهذا المعنى ليس استظهاريا مو إحنا تفتقت أذهاننا عنه وإنما نزل به جبرائيل يعني الله يقول هذا هو المعنى وذاك أيضا معنى اضممهما بعضهما إلى بعض ولا تجد تعارضا حينئذ تجد معاني على سبيل المصادق إذا قلت أمة فأول مصداق للأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر النبي وأهل البيت عليهم السلام كما كان إبراهيم أمة إذا قلت أئمة فالمعنى أيضا واضح أنه خاصة بالنبي وأهل البيت عليهم السلام فما هنا من تعارض في المقام الأول نزلت في النبي وأهل البيت في المصداق الثاني الثالث الرابع العاشر طبقها على الأمة الوسطى وهي عموم أمة المسلمين لأنها كلفت جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله وإلا أنا وإنت ما مكلفين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني بس النبي وأهل البيت مكلفين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا قلنا هذه الآية خاصة بأهل البيت إذا أنا وإنت اصطلعنا هم ما مكلفين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وهذا لا يقوله فقيه صار واضح القران واسع غلط نحجمه هؤلاء الذين يذهبون بعض الناس لعله يذهبون الى انه القران لا هذا وقع تحريف وهذا مو صحيح والمقصود الائمه هؤلاء في الواقع لا يفهمون انهم بهذا حجموا القران صغروا القران ضيقوا معاني القران وهي واسعه بشكل فوق الخيال بحجم فوق الخيال واسعه معاني القران وهذا كله يظهر مع صاحب الامر صلوات الله عليه وارواح نافذه شوفوا هذا المثال الاول الذي ذكر ننتقل للمثال الثاني المثال الثاني وكذلك جعلناكم شنو امه وسطا المثبت في المصاحف امه وسطا ايضا توهم بعضهم انه حيث جاءت بعض الروايات دلت على انه القراءه الخاصه باهل البيت عليهم السلام ائمه وسطه من تلك الروايات ما جاء في تفسير القمي في المجلد الاول الصفحة 63 يقول: "وأما قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا" يعني أئمة وسطا أي عدلا وواسطة بين الرسول والناس والدليل يقول القمي والدليل على أن هذا مخاطبة للأئمة عليهم السلام قوله في سورة الحج ليكون الرسول شهيدا عليكم يا معشر الأئمة يعني كلها عبارة واحدة أن بعضهم يقرون يتوهمون شنو تحريف صاير أنه الآية مفروض تنزل شنو ليكون الرسول شهيدا عليكم يا معشر الأئمة وتكونوا انتم شهداء على الناس. اتاني آيتان الآن اذكرهما تماما، الاولى في البقره الايه رقم 144: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اما الايه الاخرى في سوره الحج الايه 79: وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس الى اخر الايه نرجع الى تفسير القمي يقول وانما نزلت هذا لاحظ التعابير وانما نزلت وكذلك جعلناكم ائمه وسطا. فقد واحد ياخذ هذه الروايه ويتوهم منها ان اللفظ الذي ينبغي اثباته في المصحف على انه قراءه خاصه باهل البيت عليهم السلام هو ماذا؟ وكذلك جعلناكم ائمه وسطا. ولكن هذا تسرع وتعجل بغير تحقيق اللي حقق علميا ما يتوصل الى مثل هذه الامور ليش لان في مقابل هذه الروايه روايات فيها ان اللفظ على ما هو عليه من بينها مثلا ما جاء في الكافي الشريف وانتم تعلمون علميا هذه خذها قاعده لك انه من المرجحات ورود الروايه في الكافي بمعنى ان الكافي يهيمن على غيره من المصادر الروائيه لانه اضبطها واصحها واكثرها اعتبارا اذا كانت عندنا روايات في غير الكافي وروايات في الكافي وبينهما تعارضا ولا يزول التعارض بجمع ب... بنحو من الانحاء فالمهيمن والمقدم ما هو ما هو في الكافي وان كان ضعيف السند حتى اذا اللي بالكافي ضعيف السند الدليل. نعم الدليل. الدليل ياتي بعدين مفصلا هذا بحث بعدين اصولي ما نتطرق له الان اجمالا هذه قاعده خذوها معلومه تفيدكم ان الكافي يهيمن على غيره هسه شنو الدليل ببحث مفصل ان الكافي هو أكثر اعتبارا أكثر شهرة أكثر ضبطا الكليني عليه الرحمة ثقة الإسلام لما جاء بهذه الروايات تحرى ما جاء بها هكذا كان متحريا هو عند الأصول الأصول الأربعمائة عنده عرفتوا أخذ منها وانتخب منها ما يراه ماذا أثبت ورتبه هكذا أيضا يعني حتى طريقته في الترتيب انه في الباب الواحد يأتي الروايه الاولى اذا اعرف هي عنده اثبت من الثانيه، الثانيه اثبت من الثالثه، يأخر الروايات التي يراها اضعف من الاولى يأخرها الى الاخير. مو صحيح واحد فقط ينظر الى الاسناد، وبعض الناس ينظرون الى الاسناد يروح للاخير يقول هاي الروايه الصحيحه، لا هذا من قله التتبع. بحث مفصل هذا. فالكافي اذا يهيمن على غيره من المصادر الروائية أقوى الكتب نعم أي نعم نعم وكان معاصرا للسفراء الأربعة في زمانهم عرفتوا شلون وكتابه تلقته الطائفة بالقبول لا على نحو أن كله صحيح فلا فيؤخذ به كله هم هذا ما نقول به ولكنه غير خلي عن الاعتبار بمعنى أن الأصل في رواياته الاعتبار إلى أن يثبت العكس صار واضح؟ محقق النائيني له كلمة مشهورة ينقلها الخوئي المرجع المرجع الخوئي في في دروسه يقول إنه النائيني كان يقول كان يقول البحث في أسانيد الكافي حرفة العاجز حرفة العاجز هذا وبالفعل هذا صحيح وهذا لعله انا اتذكر تطرقنا شويه من هذا البحث في الدرايه ما تطرقنا؟ في الدرايه تطرقنا لهذا الموضوع فاذا اردت الدليل تبحث يعني تجده ان شاء الله هناك انت ما التحقت ويانا ذيك المره في تلك الدوره، زين. ما الذي نجده في الكافي؟ ما يقابل هذا الذي جاء في تفسير القمي. اقرأ في الكافي الشريف المجلد الأول الصفحة 190 عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس". قال نحن الامه الوسطى قال لا, لا اللفظ يختلف المفروض تقرا وكذلك جعلناكم ائمه وسطى لا ما قال ثبت اللفظ كما هو وقال نحن هذه الامه نحن الامه الوسطى قال نحن الامه الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في ارضه. قلت قول الله عز وجل مله ابيكم ابراهيم. الايه الثانيه في سوره الحج لان يعني مترابطتان نفس المعنى. هذه الايه الاولى في البقره وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الايه <applause> الآية الثانية شنو؟ ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس، نفس المضمون. فالسائل يسأل بريد العجلي يسأل الإمام عليه السلام عن الآية الأخرى يستفسر أيضاً بنفس المناسبة. قال: قلت قوله قول الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم قال إيانا عنا خاصة هو سماكم المسلمين من قبل في الكتب التي مضت، يعني في الكتب المقدسة السابقة التي مضت سمي أهل بيت النبي صلوات الله عليهم بالمسلمين. زين وفي هذا القرآن، يعني تفسير قوله تعالى وفي هذا أي في القرآن. ليكون الرسول عليكم شهيدا فرسول الله صلى الله عليه واله الشهيد علينا بما بلغنا عن الله عز وجل ونحن الشهداء على الناس، يعني نحن الائمه الشهداء على الناس فمن صدق صدقناه يوم القيامه ومن كذب كذبناه يوم القيامه. اذا تلاحظ في هذه الروايه الثانيه وهي في اكثر مصادرنا اعتبارا ثبت الامام عليه السلام اللفظ الذي ثبت في المصاحف قال ام ما قال أم اذا كيف يمكن الجمع بين هذه الروايه وروايه القمي التي فيها انما نزلت وكذلك جعلناكم ائمه إشلون او كيف يمكن الجمع هل بطرح احديهما لسنا بحاجه الى الطرح نجمع على هذا الجمع نقول ان الذي نزل به جبرائيل عليه السلام تنزيلا يتلى ويتعبد به وكذلك جعلناكم امه وسطا وان الذي نزل به جبرائيل عليه السلام تاويلا يتذاكر ويتعلم وكذلك جعلناكم ائمه وسطا بس هذا الذي يفضي اليه البحث العلمي بمقابله الروايات بعضها ببعض قد واحد يقول هذا جمعكم لعله جمع تبرعي ليس جمعا يعني عقلائيا او عرفيا نقول لا في ختام ان شاء الله هذا البحث ناتي بالروايات الصريحه التي دلتنا على الجمع عندنا روايات احاديث معتبره دلتنا على هذا الجمع وصرحت بان القرآن نزل ونزل معه تأويله ومن من اللفظ من التنزيل هذا ومن التأويل هذا فهذه الروايات مهيمنه على هذا الكل فيصح الجمع هنا هذا ان شاء الله نتطرق له فيما يأتي من دروس إن أحيان الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ودعان